هل لحركة النهضة حسب رأيك أنت كمواطن تونسي مستقبل سياسيا؟ نحكي ديما على الساحة السياسية وليس القضائية، خلينا من القضايا نتاعهم هذوكم على شيرة، والقضائي هو اللي يقول كلمته، أما على الحياة السياسية مازال عندهم ما يقدموا إضافة؟ أنا ما تصورش، وأحسن إنجاز عمله قيس سعيد، أحسن إنجاز هو أنه ألغى من الفصل الأول من الدستور أن تونس دولة دينها الإسلام، فهذه يعني كما يقولوا بالفرنسوية شابو، خاطر ما عملتها حتى دولة عربية. المفروض أنه كان يواصل ويقول أن تونس دولة علمانية، دولة علمانية، دولة تفصل بين الدين والسياسة، على خاطر ما يجمش الدولة تحكم، احنا في الواقع دولة علمانية، راهو يكفي أن نزيد ونضيفوا كلمة دولة علمانية، وحب من حب وكره من كره من الدول العربية اليوم يتاجروا بالدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي يكون محترم إلا ما يبعد على السياسة، لأن السياسة مشوهة، السياسة حشاك موسخة، والدين نظيف، الدين يعني مشاعر دينية وكذا وعلاقة بين الخالق والمخلوق، ما يلزمش تدخل فيها السياسة بكل، علاش أنا ضد وجود أي حزب سياسي يستعمل الدين. النهضة تقول هي اللي ما تستعملش الدين، لكن في الواقع يستعملوا في الشعور الديني عند الناس باش يحكموا، باش يوصلوا للسلطة، وشفناه كيش عملوا في العشرية هذه، الناس ماش فرحانة بهم بالكل، كان جو عملوا الخير في الشعب، راهو الشعب ما ينقمش عليهم، راهو ما يأيدوش الرئيس قيس سعيد، أيدوا قيس سعيد خاطر خلصهم مال الكابوس هذا بتاع النهضة. رغم اللي انا تم اشياء نوافق عليها واشياء ما وافقش عليها، كان من الافضل انا كنت انه يحل البرلمان ويحط الشعب يخلصوا من حزب النهضه. كان الرئيس قيس سعيد بعد 25 جويليا 2021 يعني حل البرلمان، هو بدا بجمده، ما حقوش راح يجمده، حقه حل البرلمان كما يعملوا في الديمقراطيات، وبعد ما حل البرلمان يدعو الناخبين الانتخابات، ترى الناس خلصته منهم بطريقه ديمقراطيه وطريقه رائعه وطريقه مثاليه، وبعد كيف عنده الاغلبيه اكيد انه تولي عنده الاغلبيه، لانه هو تم انتخابه ب 72%، لذا يجيب الاغلبيه، كي يجيب الاغلبيه هو حتى الدستور القديم يسمح لك باش تغير الدستور، يعني في فصوله الاخيره من الدستور بتاع 2014 رغم السيئات نتاعو فيه ما يسمح لي رئيس الجمهورية يقول لك ولي مشاريع القوانين الجمهورية أولوية النظر. أنا ما نعرفش يعني الديتور اللي عامله الرئيس مش وافق عليه، رغم النتيجة هي، لكن كان من الأفضل يعني حتى لصورة تونس الديمقراطية أنه يعمل كي البلدان المتقدمة والدول الديمقراطية، دول ديمقراطية حلو البرلمان ويدعو الناخبين الانتخابات الجديدة. سيادتك رجل قانون، وتنجم توضح لنا القانون التونسي شنو يقول في الحالات هذه؟ لماذا مثلا رئيس الجمهوريه ما حلش البرلمان طول في جويلي 2021 وجمده؟ هل من موانع قانونيه؟ ما عنده حتى مانع قانوني، لان اعتقد الفصل 77 يسمح له بحل البرلمان، مانيش فاهم كان اجتهاد ولا اجتهاد المستشارين نتاعو. لماذا استخدم الفصل 80؟ لا، من حقه يستخدم الفصل 80 لان الدوله اصبحت في حاله اختر ثم اشياء تهددها الى غير ذلك، نمشي معاه، لكن المفروض انه استعمل الفقره الاولى من فصل 80 واستعمل نسيتهم انا لا محاله، واستعمل فصل 77 في حل البرلمان، يعني على طريقه ديمقراطيه وطريقه ممتازه، وبعد يغير الدستور كما يشتهي، كما يرغب هو، كما الشعب يوافق عليه، يعني وكان عملها العمليه هذه راهو توا احنا تسمى دوله ديمقراطيه باتم معنى الكلمه، يعني يخسرها يعني عباره على ثمره. الرئيس المفروض كيف باش نضحكوا شويه المشاهدين، كيف الدلاعه ثم طريقتين، يا اما تشد تفرشخها تعطيها بوني تفرشخها وتاكلها هكاك، ولا تقصها تحطها في شقاله، نعرف بزاف يقول لكم شقاله، اي في شقاله وتقصها بالسكين ابراج، المفروض اعمل هكاك، يا خساره سي دوماج، سي ان غاشي كما يقولوا الفرنسي، سي ان غاشي. الرئيس فشخها؟ الرئيس واللي فرشخها بالطبع، واللي معاه واللي ايدوه واللي لا محاله، الناس تحب تاكل، عطشانه تحب تاكل، يعني تحب تاكل، تحب تتخلص من الجوع نتاعها اللي هو متمثل في الحزب النهضه والعصابه نتاعه وهذوما اللي سرقوا مال الشعب والناس قالوا جوعونا، ما يكذبوش الناس، راهو لا تجتمع امتي على ضلال يقول الرسول، ما مش غلطين، عندهم اشياء صحفية. فقط عندك تحفظ على الطريقه او تعتبر هذه الطريقه اللي قانونيه؟ لا، الطريقه راهي
بالفرنسي يقولوا سي تيغي باغ لي شفو، يعني قولها فيما لم تقل. الافضل والاسهل والانجع كان عمل الطريقه اللي حكيت عليها انا، يحل البرلمان ويدعو الناخبين في ظرف 90 يوم للانتخابات، راه الناس جابت له اغلبيه مريحه يحكم بها كيما يحب هو. يعني دوماج، علاش ما عملش هكا؟ يا خساره ويوصل نفس النتيجه كيما قلت لك، كي الدلاعه ما تفرشخها باش تاكلها، ولا تقصها بسكينه بنظافه وكذا وتقلمها وتحطيها في صحن مزيان هكا للمواطنين. اليوم خليني نقول اغلب قيادات حزب حركه النهضه يقبعون في السجون التونسيه والتهم مختلفه، وخلي القضاء تو هو يدينهم او يبرئهم. مستقبل هذا الحزب سياسيا؟ انا ما نحبش الرئيس يظلم حتى انسان، وما تصورش انه هو يحب يظلم، لكن ما يلزمش يولي الشعور هذوه شعورهم انهم مظلومين، ويلزمش زاد المواطنين بعد يشعر اللي هم ظلموا، لان لما طول الايقاف نتاعهم الايقاف التحفظي هذا يولي ثم يعني في اخذ ورد. المفروض يعني في اقرب الاجال يتعداوا على القضاء باش فهمت الله ينالوا يدانوا وينالوا العقاب نتاعهم. استاذ اش معناها تحفظي؟ لانه صدر في حقهم بطاقات ايداع بالسجن. صار في حقهم بطاقات ايداع، لكن المفروض يعني يتحالوا على التحقيق، وبعد تحالوا على التحقيق المفروض توا الاجراءات القانونيه طويله هي، والطول الطول الطول والله هي حتى في القضايا المدنيه الطول، نظرا ل عندنا تشرف درجه اولى درجه ثانيه وتعقيب، وبعد من التعقيب ترجع مره ثانيه اعاده نشر، وبعد ما اعاده نشر ترجع للتعقيب، ومن التعقيب للاستئناف. يعني انا والله كان نجم نقترح على الرئيس انه يوحدها هذا ثلاثه فهمت الله، الابتدائي والاستئناف والتعقيب، تصبح محكمه واحده. يعني ما عنيش تبقى الدرجات، اما الدرجات تقعد داخليه، يعني يولي القضاة الابتدائي يدرسوا ملف يعديه القضاة للسناف، قضاة للسناف يدرسوا يعديه للتعقيب، القضاة التعقيب أو كالدرجات موجودة، أما في صلب محكمة واحدة ما تحطش المواطن يعني هو يقوم بالإجراءات، لا خفف على المواطن، تولي هي المحكمة نفسها يعني القضاة الابتدائي بعد ما هم يجلسوا ويقروا في 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 قضية معينة في ملف يعديه القضاة للسناف اللي هم بيدهم كملوا منها، يعديه القضاة التعقيب باش ينظر ثماشي خلل شكلي فهمت، ثم ماشي تجاوز القانون. لأن مش معقول، أنا عندي قضايا 10 سنين ياسر سي ترولون على المواطن. عندنا قضايا الاغتيالات السياسية مثلا فاتت العشر سنين. لا ما دام مفتوح فيها التحقيق تقعد هي راه المفيدة، يعني ثم ديما ثم إجراءات خاطر ما تقصش التقدم، خاطر اذا تقعد انت 10 سنين ما تتبعش فهمتي لا يصير التقدم. لذا يلزم ديما ملف مفتوح، وما نعرفش انا علاش ما تقدمش. مفروض الملفات هذه كلها مفروض يعني يتم فصلها، ما نعرفش علاش ما تفصلتش الى يومنا هذا. في علاقه بنفس الموضوع باش نرجع لك، سيادتك محامي رجل قانون، شنو يقول القانون التونسي في حالة صاحب عتيق اللي هو قيادي في حزب حركة النهضة، عامل إضراب جوع وحشي تقريبا منذ 50 يوم، ويعملوا في ندوات صحفية ويقولوا إنه حياته مهددة؟ سؤالي قانوني بحت، أي مواطن تونسي يعمل إضراب جوع لأنه وقع إيقافه وقاعدين يحاكموا فيه، شنو يقول القانون التونسي؟ نسيبوه مثلا؟ وثم يعني الإدارة، إدارة السجن مجبورة أن تنقذ، يعني ما تحطوش يوصل يقتل نفسه، مش تعرف يعني مجبورين، كي يوصل هو إلى أنه باش يهدد حياته هو نفسه بالموت، مجبورين يعني يطعموه بالعنف يعني يدخلوا له تيوب ديجستيف ويوكلوه بالسيف. انا ما يحطوش هكا القانون يقول معناه؟ لا، انطلاقا من مبدا انا يلزمهم يعني ينجدوا الانسان كي يبدا في الوضعيه هذه، يلزم ينجدوه، عباره كيف انسان يعمل حادث ما تنقذوش انت، يعني اي ثم الواجب لوبليغاسيون دو سكور هذه موجوده في القانون. اي لا، حتى ولو هو رافض العلاج. اي حتى لو رفض. هذه قاعده تطبق في بلادنا؟ تطبقوها اكيد، ما حطوش يموت، لان خاطر لو كان يموت ولا عندها انعكاسات سلبيه على الدوله وعلى صوره البلاد الى غير ذلك. فما شكون في عهدهم هما، عهد حكم حزب حركه النهضه، فما سياسي
توفى في السجن نتيجة قيامه بإضراب جوع وحشي، ولا شفنا قامت الدنيا وقعدت، ولا شفنا طبقوا يعني في السجون نتاعهم اللي حكيت لنا عليه، قلت من واجب انهم يمنعوه، ما شفناش هذا. ما ربما هو شنو اللي مات هذا، مش من هذا، ربما يحبوا يتخلصوا منه. ليش تعرف في فرنسا مثلا عندهم دي سيلول انتي سويسيد، يعني ايه عندهم زنزانات يعني تمنع الانتحار، يعني ما يمنعوه حتى باش ينتحر، يعني يعملوا له كاميرات الى غير ذلك، والضوء ديما يشعل ومراقب عليه دائما ليلا نهارا، فهمت، باش ما يقتلش نفسه، يعني ما خاطر من واجب الاداره، من واجبها انها تحافظ على حياه الانسان، ومش داخل باش يموت، داخل باش يقضي عقوبه، ويزم يقضيها كالعقوبه، ما يجبوش يتفصى منها بالانتحار، فهمت. فما نوع ثاني متاع تفصي من العقوبة، لأنها تكررت برشا مرات، يقول لك جاتوا وعكة صحية، هذه لمرة لاثنين لثلاثة، هل الوعكة الصحية تمنع المحاكمة؟ لا ما تمنعش المحاكمة، إذا وعكة صحية خفيفة ما تمنعش، وإذا وعكة صحية إذا مرض يلزم الفراش بالطبع يأجلوا حتى يسترجع الصحة متاعه، تتأجلي بالطبع، لا مهما يكون من أمر يعني يتقاضى. يعني شنو الشروط اللي لازمها تتوفر لحل حزب ما في اي بلاد؟ هو الشروط هو التهديد الامن القومي، هي الارتباط بالخارج بما فيها التمويل، هو لو يخدم ضد مصلحه البلاد يا غير ذلك، فهمت يعني. وهذه من انظار يعني من انظار السلطة التنفيذية، لكن بالطبع هما ديما عندهم يجموا يرجعوا يستينفوا قرار السلطة التنفيذية أمام المحاكم الإدارية، فهمت، لكن ديما يبقى الكلمة الأخيرة للسلطة التنفيذية، لأن هي احنا شفنا في حكاية القضاة اللي أمرت السلطة القضية حكمت باش يرجعوا للشغل متاعهم، والسلطة التنفيذية رفضت.